العدوى، المرض. نواجه الأمراض الفتاكة إما بالقتل أو العلاج. عموما الإصابة بالعدوى قاتلة أكثر من أي مرض آخر. في السنوات الثلاثين الماضية في الولايات المتحدة أصبح لدينا 30 مرضا معديا جديدا لم نعرفها من قبل. الأمراض القديمة ما زالت قادرة على تدمير الجنس البشري، وتظهر أمراض جديدة باستمرار. سيكون الأمر أشبه ما يكون بإشعال عود ثقاب بين خزانات وقود عدة. ستكون الأوبئة أمراً كبيراً، وأن نفكر بأنها عكس هذا يعني أننا لا نتفهم الأمر. علاقة الإنسانية بالمرض تشبه الرقص، فتارة يقفز الشخص قفزة كبيرة للأمام، وتارة يتعثر بقدميه. إن كفاحنا مع المرض المعدي هي قصة العلم مع المرض، والرعب مع الأمل، وهي قصة يعرفها مايكل تماماً، فهو مصاب بوباء معاصر. بدا الأمر كأنه حكم بالإعدام، فقد استهل الطبيب في المستشفى القول إن الأمور ستسوء عوضاً عن التحسن، وذلك هو الخبر الجيد. لذلك فإن كل ما بدا لي هو أنني تسلمت تشخيص فيروس الإيدز. حينها كنت في جناح الإيدز أفكر في أنني سأموت. يمكن لأية عدوى أن تصبح وباء إذا التقطها عدد كبير من الناس وتوفي بسببها عدد كبير منهم. في جيل واحد فقط وصل فيروس الإيدز تلك المرحلة في جنوب إفريقيا. هنا ساعد الفقر والجهل في نشر المرض، لكن المشكلة لا تنتهي عند ذلك الحد. فرغم الدليل، العديد من الناس هنا ما زالوا لا يعتقدون بأن فيروس HIV يسبب الإيدز. يظن آخرون بأن لعنة حلت على إفريقيا كقارة لتدمير شبابها. حالياً في جنوب إفريقيا نهيئ كل طفل يافع لمواجهة الموت في أي مرحلة من حياته. في أفريقيا يقوم فيروس الإيدز بإعادة قولبة التعداد السكاني لقارة بأكملها، تماماً كما فعل وباء سابق في أوروبا وآسيا. ينتشر فيروس الإيدز عبر سوائل الجسم، لذا يمكن للشخص أن يبتعد عن مرماه. لكن تخيل مرضاً معدياً فتاكاً جاء بحثاً عنك كما الطاعون في القرن الرابع عشر. انتشر بق الطاعون من الجرذان إلى البشر، وكان الوسيط في هذه العملية القاتلة برغوثاً. كانت الأعراض مرعبة، كتل سوداء بحجم البيض حول الرقبة والإبط وأصل الفخذ، ثم جاء الأسوأ، الحمى والهذيان، ثم الموت. في عام 1665 ضرب الوباء الكبير مدينة لندن، ومات أكثر من 75,000 شخص كانوا يشكلون سدس سكان المدينة. كان الدم الإنجليزي لذيذاً لبراغيث الطاعون، لذا هرب الملك إلى الأرياف، وبعيد ذلك فاق عدد الموتى عدد الأحياء في العديد من البلدات. انتقل الطاعون إلى قرية إيام في كومة من اللباس المستعمل، وكانت تلك البداية. وفي أيام كان القرويون يتساقطون كالذباب. عند وقوع 20 وفاة في شهر واحد، قرر الكاهنان أن عليهما فعل شيء جدي حيال ذلك، وكان ذلك هو الوقت الذي عقدا فيه مؤتمرهما الصغير وقررا الحجر على القرية صحياً. كان ذلك فعلاً دالاً على شجاعة مدهشة ودون معرفة علاج آنذاك. حالياً لا يخرج زائر من إيام حياً دون سماع قصة حبيبين منكوبين
هما إيمت من إيام وخطيبها رولاند من قرية مجاورة. اعتاد أن يأتي ماشياً من القرية إلى منطقة كوكل الدلف، وهناك كان يتكلم مع إيمت عبر الحقول. وجاء في إحدى الليالي ولم تكن إيمت هناك، وجاء لليال متتالية ولم تظهر. فجاء إلى القرية بعد انتهاء الوباء واكتشف أنها هي وأمها قد ماتتا. لكن قصة الطاعون لا تنتهي هناك عند ذلك الحد، نستطيع معالجته الآن. لكن العدوى القاتلة التي دمرت أوروبا وآسيا ما زالت موجودة، تلك السناجب الصغيرة التي تجول حدائق أمريكا وعلى فرائها براغيث طاعون صغيرة. في هذه الأيام تتم مراقبة المرض عن كثب. لو أن شخصاً أدرك قدرة الحشرات على نشر العدوى في وقت أبكر لأنقذت أرواح لا حصر لها عبر القرون. يوجد العديد من البراغيث. من بين جميع من توفوا في العالم لأي سبب كان، توفي نصفهم بسبب الأمراض التي نقلها البعوض. تدعى هذه البعوضة إيديز إيجيبتاي، وقد بدأت بالتكيف مع البشر، وهي تنمو في القرى المأهولة وفي حاويات الماء، وهي البعوضة الأكثر أهمية في العالم اليوم، لأنها تنقل العديد من الأمراض عبر مسطحات شاسعة من العالم. طموح أمريكا الاستعماري كان لزاماً عليه أن يتوقف عندما واجه جيشها وباء الحمى الصفراء القاتل. الحمى الصفراء؟ الحمى الصفراء؟ الحمى الصفراء! أنا مريض. صورتها السريرية مميزة جداً، تظهر عند المريض أعراض حرارة عالية وألم في الظهر وشعور بعدم القدرة على النهوض، ثم يبدأ النزيف من جهات مختلفة، فهو ينزف تحت الجلد ثم يبدأ بتقيؤ الدم، وهو دم قد تغير. لذا فالاسم الآخر الذي أعطي للحمى الصفراء هو الدم الأسود، وكان الوضع صعبا جدا في كافة أنحاء جنوب الولايات المتحدة حتى عام 1900. كادت الحمى الصفراء أن تؤدي لتأجيل إنشاء قناة بنما في ثمانينيات القرن التاسع عشر، فقد هرب العمال في رعب بينما كان معدل الوفيات يرتفع. اقترح الطبيب وولتر ريد أن البعوض كان حاملاً للمرض، لكن الوسيلة الوحيدة لاختبار نظريته كانت المتطوعين من البشر، وليس مستغرباً أن الأمر استغرق بضع سنين. جئنا للتطوع. هل أنتم على دراية بالخطر أيها الرجال؟ أيها السادة، أحييكم. ترك بضع رجال عرضة للبعوض الذي أخذ يتغذى من أناس مصابين، وأظهروا جميعاً الإصابة بالحمى الصفراء. نظرية ريد أثبتت، ويمكن الآن إيقاف المرض. يحمل البعوض مرضاً آخر ما زال يقتل بحدود 3 ملايين نسمة سنوياً، وهو الملاريا. تغزو طفيليات الملاريا خلايا الدم الجاري وتتكاثر داخلها، وتموت الخلايا المصابة منهكة، فتصدر ملايين النسخ من الطفيلي، فتسبب بدورها قشعريرة مفاجئة ونوبات ارتعاش وتعرقا غزيرا. ومن يظن أن الملاريا مرض استوائي فحسب فهو مخطئ، فقد كانت واسعة الانتشار في كافة أنحاء أوروبا. هناك في موطني في جنوب إنجلترا كانت الوسيلة التقليدية في التعامل مع الملاريا للمزارع على الساحل، حيث كانت الملاريا مرضاً مستوطناً، هي أن يتزوج المزارع امرأة من الجزء الشمالي للمقاطعة ويجلبها من المرتفعات ويحاول إنجاب عدة أطفال منها قبل أن تموت، وبعد ذلك يذهب ثانية إلى الجزء المرتفع من البلاد للحصول على زوجة أخرى. حتى فترة قريبة كان العقار الوحيد الذي يخفف آثار الملاريا هو الكينين، وكانت أشجار الكينيا هي مصدره، وكانت جبال البيرو هي المكان الوحيد الذي نمت فيه تلك الأشجار. تم تهريب عينة منها إلى لندن، وتم إنباتها بنجاح في حدائق كيو، وبعد وقت قصير تم تهريب عينات منها وشحنها إلى أرجاء العالم. عنا ذلك أن بإمكان الأوروبيين أن يستثمروا في المناطق الاستوائية، وكان ذلك هو الوقت المناسب لبناء إمبراطورية بحق. بعد ذلك بفترة قريبة أصبح مذاق الكينين المر مألوفاً جداً، خاصة عند مزجه بمشروب.
إن الكينين هو ذلك المذاق المر في المياه الغازية، وهو مزيج مفضل للمستكشفين الاستوائيين. أثناء الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم بدا الأمر كما لو أننا هزمنا البعوض القاتل، لكنه عاد عودة كبيرة سوية مع رفيقه القاتل الملاريا. وكما لو أن ذلك لم يكن كافيا، كان البعوض نفسه يطور مقاومة للعقاقير، جاعلا العلاج غاية في الصعوبة. قد تكون الحلول الجديدة وجدت في تلك الأماكن حيث تضرب الملاريا بقوة، ففي أفريقيا ما فتئ الناس يكافحون ذلك المرض منذ فجر الإنسانية. رسالة من السكان المحليين. هناك حوالي 70 إلى 150 مليون شخص يصابون بالملاريا سنوياً، ومليون من المصابين يموتون في أفريقيا، وغالبيتهم أطفال دون سن الخامسة. وقد أصبت بنفسي بالملاريا عدة مرات، وكنت أصاب بها بمعدل 6 مرات سنوياً أثناء طفولتي، لكن في آخر مرة أصبت بالملاريا كدت أموت. فجأة أصبحت معرفة المعالجين الأفريقيين التقليديين ذات أهمية جديدة. النباتات التقليدية منها أو الطبية تمثل مصدراً واسع التنوع لمركبات العقاقير المحتملة. هناك كم هائل من المعلومات بهذا الشأن، لذا فذلك مصدر متنوع للعقاقير المحتملة. لم نجد العلاجات في الأماكن الغريبة فحسب، وإنما وجدنا أمراضاً فتاكة أيضاً، أمراضاً مروعة تحول ضحاياها إلى أموات أحياء. عبر التاريخ ظهرت أمراض فظيعة جداً أدت إلى تشويه ضحاياها بأشكال عدة، كان منها مرض الزهري. تحت سوق سبيتلفيلدز القديمة للغذاء في لندن، وجد علماء الآثار القبر الجماعي الأكبر حتى الآن أكثر من 10,000 هيكل عظمي. وبين الهياكل اكتشف العلماء صفحة مفقودة من قصة هذا المرض القديم والفظيع. ما اكتشفناه لم يكن في الحسبان، حفر دفن جماعي كبيرة. استخرجنا من المئات منها ما بين 30 إلى 50 جثة دفنت في حفرة واحدة. دهش العلماء عندما وجدوا أن مرض الزهري كان واسع الانتشار في العظام. لم نتوقع أن نجد أعداداً من ضحايا الزهري، توقعنا العثور على ضحية أو اثنتين استناداً إلى أن هذا المكان كان مشفاً من العصور الوسطى، لكننا وجدنا ما يفوق 30، وهو أمر مهم. توفي العديد منهم قبل فترة طويلة من إبحار كولومبوس إلى أمريكا، لذا فإنه من غير الممكن أن تكون بعثته قد جلبت مرض الزهري من العالم الجديد كما قال المؤرخون، فالأمر يبدو وكأن الزهري كان يستفحل عبر أوروبا قبل عودة البعثة. لدينا اهتمام معين، وهو هيكل عظمي لطفل في 10 من عمره مصاب بالزهري من الدرجة 3، وهذا عظم ساقه. كما ترون فإنه يجب ألا يتعدى سمكها الطبيعي سمك طرفها الأصغر، وهو الجزء غير المصاب من العظم، لكنها متضخمة إلى حد كبير ومثقبة بهذه الجروح المدمرة. تألم هذا الطفل كثيرا. تعطي أقنعة الموت الشمعية هذه من أوائل القرن 19 فكرة كم كان هذا المرض قبيحاً. إن أوصاف الحالات الأولى من مرض الزهري مفزعة بشكل لا يصدق، أمراض جلدية مخيفة وبثور فظيعة ومشاكل معوية مرعبة وتآكل اللحم بفعل المرض وهياج الناس الجنوني وكل ما يدل على نظام حيوي مسمم. كان الناس يتجنبون مرضى الزهري وينبذونهم، لكن أعظم الأوبئة لم يكن يثير الخوف والاشمئزاز كما يثيرهما مرض الجذام. كان لحم المجذوم المتقشر يجعله يبدو كالجثة، وفي القرن 13 كان يجبر المجذوم على الوقوف في قبر مفتوح بينما يعلن موته رسمياً. كان هذا الطقس عديم الشفقة ويعرف باسم قداس الانفصال.
لم يتغير الكثير عما هو عليه بعد مرور مئات السنين، فدون وجود علاج معروف آنذاك، تحيط غمامة من الخوف والخرافة بشبح الطاعون الجديد الإيدز. ومن يقرون بإصابتهم بهذا المرض يكونون عرضة لأن يعانوا على أيدي جيرانهم. يصبحون ضحايا، فهم يتوقعون الاعتداء والقتل وإطلاق النار عليهم في أي وقت. عندما أفشت ماري وابن أخيها إصابتهما بالإيدز، كان عليهما مواجهة شكل معاصر من قداس الانفصال، فقد نبذت من قبل عائلتها ومجتمعها حتى أنها طردت من عملها. لا أمانع بالتحدث عن إصابتي بالإيدز، لكنني توقفت عن ذلك الآن. كنت أخبرت إحدى صديقاتي في العمل، فأخبرت بدورها الجميع بمن فيهم المدير، وتم تسريحي وفقدت عملي بسبب ذلك. لا ينحصر الخوف والجهل في دول العالم الثالث فحسب، ففي أستراليا منعت جميع الروضات في المقاطعة فتاة صغيرة من الالتحاق بها بعد أن التقطت فيروس الإيدز من عملية نقل دم في عام 1982. فكان لابد لإيفان وعائلتها أن يتركوا بلادهم، وأصبحت في بلادها المتبنى نيوزيلندا رمزاً لكفاح الإجحاف ضد مرضى الإيدز. وعندما شخص مرض مايكل بفيروس الإيدز، واجه الإجحاف ذاته، ولكنه رفض أن يوصم. أحد الأشياء التي قررتها مبكراً أنني لم أكن لأخفي إصابتي بفيروس الإيدز. كان ذلك بعيد وفاة فريدي ميركوري ورودلف نورييف، وقد أنكرا حقيقة إصابتهما بالإيدز حتى اللحظة الأخيرة. بدا لي أن هذا سيساهم في جنون الذعر من الإيدز، لذا اتخذت قراراً لا رجوع عنه بأنني سأكون منفتحاً جداً بحقيقة أنني مصاب بفيروس الإيدز. كنت أعلم اللياقة البدنية في جمعية الشبان المسيحيين، وشعرت أن من مسؤوليتي أن أخبرهم، وقلت: بالمناسبة أنا مصاب بالإيدز وسأعطي درساً السبت القادم. فحقاً أنا لم أعطي فرصة للناس ليخافوا، ولم أواجه أي رد فعل سلبي تجاه إصابتي بالإيدز مطلقاً. بقدر ما يعني العلماء في معهد باستور في باريس، فإن فيروس الإيدز لا يتسم بأي خاصية مميزة، فهو مجرد فيروس آخر وأحجية أخرى تنتظر حلها. كانوا أول من عزل فيروس الإيدز، وهم الآن يحلون أسراره. إذا عرفنا كيف يعمل الفيروس بشكل أفضل، سنجد نقاط ضعفه، وقد نجد طريقة لتحضير عقار جديد لم نفكر فيه من قبل. إذا قتلنا الفيروس نعالج المرض، تلك مهمة الباحث الطبيب ديفيد هو. يتملص فيروس الإيدز من العقار عن طريق تغيير شكله باستمرار، لذا فهو يهاجمه من عدة اتجاهات في آن واحد. يملك فيروس الإيدز القدرة على التغير، لذا فإن أعطي المريض عقاراً واحداً فإن الفيروس سيقوم بتغييرات معينة في شكله لتجنب مفعول العقار، لكن بينما يقوم بالتغير فإنك تسلط ضغطاً آخر بواسطة عقار ثان يتطلب تجنب مفعوله، تغيراً مختلفاً من الفيروس للتملص. وعند إعطاء الفيروس 4 عقاقير فإن عليه أن يجد طريقة للتغير في عدة مواقع في آن واحد. الطبيب هو وفريقه مسؤولون عن العقاقير الأكثر نجاحاً والتي طورت حتى الآن في المعركة ضد الإيدز، وهي مثبطات أنزيم البروتيز. تحبط هذه المثبطات قدرة الفيروس على التكاثر. أن ترى الناس الذين ظنوا أنهم سيموتون يعودون للعمل ويستعيدون صحتهم، وبعد ذلك يفكرون في شراء بيت ويضعون خططاً بعيدة الأجل، هو أمر هام وأمر مفرح. أخذت إحدى تشكيلات مثبط أنزيم البروتيز، فغير هذا حياتي وكأنني رجعت من القبر.
استعدت طاقتي وقواي الجسدية وأنعشت قوة إرادتي، فقد عدت إلى نادي اللياقة البدنية واتخذت موقف تحد أمام الضياع الذي مررت به. رغم عدم العثور على علاج بعد، إلا أن مايكل ما يزال محظوظاً، فهو يعيش في دولة قادرة على تأمين عشرات الحبوب التي يحتاجها يومياً للبقاء حياً. أمل الناس ضئيل في دول العالم الثالث، فلديهم أهم الخدمات الصحية الأساسية فقط، لكنهم لا يقدرون على تأمين العقاقير الباهظة كالتي يتناولها مايكل. لسوء فهمنا لطبيعته ولعلاجنا إياه بشكل أسوأ، فإن الإيدز يمزق صميم الشعب الإفريقي. إن الأطفال من الخامسة فما دون من الجيل القادم هم من ننظر إليه، فهم يموتون من الإيدز أيضاً لأنهم ولدوا من آباء مصابين بالإيدز. لذا سنواجه فجوة في الأجيال، سيكون لدينا المسنون والشباب ولا شيء في الوسط. الإيدز يتحول إلى وباء بشكل لم تعتده شعوب أفريقيا من قبل، فمع ملايين المصابين وما لا يكفي من المال للعلاج بالعقاقير، يكون العلاج الوحيد المصروف هنا هو خليط من رسائل الجنس المأمون والأمل. يصبح الإيدز وباء في أقل من 20 سنة، والمنحنى يرتفع، فقد مات 3 ملايين شخص السنة الماضية، وهذا أكثر ممن فقدناهم بسبب السل أو الملاريا. والشيء الأهم بشأن الإيدز هو استمرار ارتفاع المنحنى وازدياد سرعته بشكل أكبر من الملاريا أو السل. الإيدز هو المعضلة الأكبر. كل مرض معد يعتبر المعضلة الأكبر عند عدم معرفة المسبب. كلف ذلك الجهل ملايين الأرواح على مر العصور، وأدى إلى إنتاج معالجات غريبة بحق. حتى في أكثر المجتمعات تقدماً، فإن الكفاح ضد الأمراض المعدية الفتاكة كان من أجل فهمها، لكن الرومان لم يفهموا الأمراض بشكل كاف، إذ لم يتمكنوا من إيجاد أي علاج، والأسوأ أنهم كانوا قادرين على الإقناع إلى حد بعيد. كان طبيبهم الرئيس جالينوس ظن أن سبب حدوث المرض هو عدم التوازن بين سوائل الجسم الأربعة، وهي الدم والنخامة والعصارة الكبدية السوداء والعصارة الكبدية الصفراء، وظن أن الطريقة الفضلى لاستعادة الصحة كانت بالنزف، وظلت نظريته الناقصة غير مشكوك فيها 1200 عام. وهناك سوء فهم آخر، هو أن الريح العاصفة تسبب المرض، وما يزال بعض الناس يعتقدون هذا في البيرو، حيث يتلون الصلوات ويستخدمون الأعشاب ذات الروائح النفاثة لمحاربة المرض. لا شك في الصلة بين الروائح والمرض، لكنهم لم يستوعبوها بشكل صحيح، فالمرض يسبب الروائح وليس العكس. ولقرون لم يعرف أحد سبب الأمراض. هنا في دلفت في هولندا، يقوم أنتوني فان لونهوك بصقل وتلميع عدسة متناهية الصغر، ولتسهيل الاستعمال قام بنصبها على هذا الحامل القابل للتمديد، وبذلك قام بصنع المجهر الأول. حلت المشكلة في 1700 من قبل مخترع هولندي، وسمى ما رأى الميكروبات. بشكل يبعث على الاستغراب، لم يربط أحد بين هذه الميكروبات والمرض 150 عاماً أخرى. لكن عالماً فرنسياً اسمه لويس باستور كان أول من أثبت الصلة بين البكتيريا والمرض المعدي. توحدت براهينه المقنعة مع شخصيته العنيفة لتصنعا منه بطلاً فرنسياً وواحداً من آباء الطب الحديث. أكثر ما كان يميز باستور هو حماسه الشديد وشخصيته القوية، ومنذ صغره أظهر قدرة على التشبث برأيه والدفاع عما يؤمن به، وكان قوي الحجة. أكثر ما كان يزعج منافسيه هو كونه على صواب عادة. اكتشف باستور أن كل مرض سببه نوع معين من الجراثيم، وأن تلك الجراثيم توجد في كل مكان حولنا، وأنها لا تسبب المرض فحسب، وإنما بإمكانها أيضاً أن تفسد اللحم والحليب والأطعمة الأخرى،
واكتشف باستور أن بإمكانه التخلص منها بالتسخين. ولمساهمته الهائلة قام الفرنسيون بمنحه جائزتهم العليا فيلق الشرف، فهو لم يحول منح الطب فحسب، وإنما حسن الأشياء المقربة من قلب كل فرنسي، الطعام والشراب. من المعروف في يومنا هذا أن الجراثيم تسبب الأمراض، وبرفع معيار النظافة العامة نكون قد خفضنا خطر الإصابة بالأمراض الخطرة، لكن تلك المعايير لم تكن موجودة في أوروبا قبل 150 عاماً خلت، فكانت شوارع لندن تعج بالقذارة، وأدت أحوال كهذه إلى انتشار الكوليرا، وهي مرض قاتل يوجد في الماء الملوث بمياه الصرف الصحي. تهاجم الكوليرا المنطقة المعوية مسببة الإسهال وفقداناً حاداً للسوائل، وقد تؤدي إلى الموت بفعل الجفاف والصدمة. كان جون سنو أحد الجراحين في لندن، وهو أول من اكتشف الصلة بين الكوليرا ومصدر المياه. وبعد تفشي كبير للكوليرا قام بتتبع المصدر إلى مضخة ماء ملوثة وحيدة في شارع برود ستريت في لندن. كان حل سنو فعالاً وبسيطاً في آن معاً، فقد ألغى مقبض المضخة فانتهى ذلك الوباء. الكوليرا من أشد الأمراض الإسهالية التي عرفها البشر حدة ورعباً، واليوم نملك العلاج الذي يساعد في منع الوفاة بسبب الكوليرا. فقد رأيت مرضى يدخلون بلا نبض أو ضغط دم أو وعي، وبعد ساعتين إذ هم واقفون ويطمئنون عن عائلاتهم ويطلبون الماء للشرب، ويدعى هذا المرض أحياناً باسم متلازمة لازاروس، فهو فظيع جداً. لكن الكوليرا لم تنتهي بعد، ففي أي وقت يصاب ربع مليون شخص بالكوليرا في مكان ما من العالم، لكن ذلك يعتبر كسراً إذا ما قورن بالأعداد التي كانت ستعاني من هذا المرض لو لم نتعلم دروس مضخة برود ستريت. فبعد ذلك أدركت كل مدينة في العالم أن نظام صرف صحي فعال يمكن أن يبقي الجراثيم الخطرة بعيدة مسافة آمنة. والمدهش أن نصر البشرية الأهم جاء عن طريق تعريض أنفسنا إلى الجراثيم بشكل مقصود. جاء ذلك تطور في الكفاح ضد أحد أوسع الأمراض الفيروسية المعدية، وهو الجدري. كان الجدري مرضاً بشعاً، فقد قتل فيما مضى واحداً من كل 10 أشخاص. كنت في وضع يحتم علي أن أعتني بهؤلاء الناس عند وصولهم، فلم أملك خيار التراجع ولا أن أقول لا أريد أن أقترب من هذا الشخص. كان ضحايا الجدري يعانون حمى شديدة وبثوراً تغطي الجسم بأكمله، وإذا كتبت لهم النجاة كانت تبقى عليهم علامات البثور التي كانت أبعد ما تكون عن الصغر. جاء تطور على يد طبيب إنجليزي ريفي هو أدوارد جينر. سمع الطبيب جينر أن الشخص لا يلتقط الجدري إذا كان مصاباً بمرض معد ثانوي هو جدري البقر، فاتجه إلى حظيرة للأبقار. هنا لم يصب الجدري أحداً من عمال معامل الألبان قط، ولكن ما هذا؟ إنه جدري البقر. لماذا هذا الرجل مصاب بالمرض الثانوي الذي سينقذ حياته مع أنه ليس بعامل في معمل الألبان؟ لقد خدش يديه وشبك يديه بيدي سارة في ضوء القمر، موقف رومانسي واكتشاف علمي يهز العالم في آن واحد. ولمنع الجدري قام جينر بحقن الناس بفيروس جدري البقر، وفي بادئ الأمر بدت الفكرة كشيء يمكن أن تجده في حظيرة للأبقار. ولفترة من الزمن كان المهتمون الوحيدون هم رسامو الصور الكاريكاتيرية، لكن هذا العلاج الذي يدعى باسم التطعيم والذي كان يمكن أن يكون قاتلاً أثبت فعاليته، فالوباء الذي فتك بالملايين تم استئصاله. عندما شرفت حالات الإصابة بالجدري على الانتهاء من العالم كان هناك شعور عارم بالرضا، وكذلك عند إعلان استئصاله رسمياً كان هناك شعور فردي بأن العالم أنجز شيئاً بالفعل. العينات الباقية على قيد الحياة من فيروس الجدري تحفظ الآن في منشآت آمنة حيث يؤمل تدميرها قريباً. جميع هذه الفيروسات حساسة للحرارة، لذا سنضعها في قدر ضغط ونقوم بطبخها. شلل الأطفال هو المرض الرئيسي التالي في مرمى النار،
فالأوبئة المشابهة لتلك التي ثارت في منتصف القرن العشرين أضحت الآن من الماضي. وبسبب اللقاحات الأخرى فإن ملايين الأرواح يتم إنقاذها سنوياً، بحيث أننا وضعنا وباء العصر الكبير تحت الرقابة، فالمتطوعون يختبرون اللقاحات الأولى ضد الإيدز، ومع نجاحها ما زال المصابون بالإيدز ينتظرون العلاج. ما لم يظهر شيء جديد فإنني أكون في نهاية مسار القطار. الأمر يشبه ركوب قطار والسكة تبنى أمامك، فإذا أسرع القطار أكثر مما يجب فإنك ستستنفد السكة. قد تكون خيارات مايكل تضيق، لكن لم يكن هناك علاج لأي مرض معد حتى فترة ليست بالبعيدة، ويشمل ذلك المرض الذي ما زال يفتك بالملايين. كان الزهري أول مرض معد يتم علاجه، لكن ذلك العلاج تطلب وقتا طويلا حتى ظهر. المثير أن الزهري حطم مصداقية مهنة الطب، لأن الجميع كانوا يستعينون بالدجالين، والدجالون عرضوا علاجا أقل إيلاما أو مضمونا بشكل أكبر، فكان من المحتمل أن الدجال سيجمع عددا ضخما من الزبائن حتى إن ذهبوا إليه مرة واحدة فقط. لقرون كان العلاج الفعال الوحيد لمرض الزهري هو الزئبق، وهو سم قاتل قد يقتل المريض كقتله للمرض. لابد أنه كان هناك آلاف الوفيات من الآثار الجانبية ومئات الآلاف من الوفيات بسبب مرض الزهري، لذا ما كان بإمكان الناس فعله. كان الزئبق ما يزال مستعملاً في عام 1905 عندما تعرف العلماء أخيراً على كائن مرض الزهري الحي. في عام 1910 أنتج بول إيرليتش في تجربته عقار سالفرسان، وهو ما يسمى الآن أسفينامين. عندما يحقن هذا العقار في الجسم يقتل جرثومة الزهري. كان أول علاج محدد لأول مرض معد محدد الرصاصة السحرية الأولى. بعد 18 عاماً اكتشف فليمينغ شيئاً أفضل، مدفع هاون سحري قتل مجموعة كاملة من الجراثيم، وكل هذا بقدر. لم يكن فليمينغ عالماً منظماً، ففي أحد الأيام لاحظ أن تعفناً كان ينمو على صحن زراعة مخبري قتل كل البكتيريا حوله، ذلك التعفن كان البنسيليوم. نشر فليمينغ اكتشافه، وبعد ذلك انتقل لعمل أشياء أخرى، ولكن تم اكتشاف عمله هذا ثانية عام 1938، ومنه جاء عقار البنسلين الأعجوبة. من خلال طرق إنتاج بالجملة تزيد أمريكا من نتاجها من البنسلين باستمرار. العقار الجديد علاج فعال، إنه قاتل لتشكيلة واسعة من الجراثيم. كان البنسلين مجرد أول مضاد حيوي لمدى كامل من المضادات الحيوية الجديدة والقوية، وفي الثمانينيات بدا الأمر وكأن المعركة ضد الأمراض المعدية قد انتهت، لكن بعدها حدث شيء غير متوقع، بدأت الجراثيم بالمقاومة. إن مقاومة المضادات الحيوية مشكلة فظيعة ومتسارعة، نحن نواجه بسرعة وضعاً لم يبقى لدينا فيه بدائل دوائية لبعض الجراثيم، وهذا وضع مقلق جداً لنكون فيه في القرن الحادي والعشرين. حين تستنفذ المضادات الحيوية قواها، يستخدم الأطباء إجراءات يائسة لمحاربة الجراثيم المتفوقة. سيد براونينغ، سأريك ما سنقوم باستخدامه. إنها صغيرة، اعتقدت أنها أكبر. ستكون أكبر عندما ننزعها، حين تتناول غذاء جيدا. الاستعمال الهائل للمضادات الحيوية في كافة أنحاء العالم أدى إلى وجود بكتيريا مقاومة للعلاجات. ليست هناك مضادات حيوية للقضاء عليها، نحتاج لآليات أخرى للتخلص من الأنسجة القذرة فوق الجروح. هذه الجروح مثالية لها، فيها الكثير من الأنسجة الميتة، إنها تأكل الأنسجة الميتة وليس الحية. تناولت عدة أنواع من المضادات الحيوية ولم تظهر أي علامات تحسن،
لذا فكرت ربما يكمن الحل في الدود. الدود المستخدم قديما قد ينجح، لكن ليس دود الشوارع متوسط الحجم والقذر. إن كانت البكتيريا مقاومة أم لا، من السهل رؤية سبب رفض العديد منا علاج الدود. أعتقد أنها مسألة وقت، فمع معرفة أنها ليست سيئة وأنها حقيقة تقنية ناجحة، فإن المزيد من الناس سيقبلون عليها. استخدم الدود لتنظيف الجروح منذ القدم، وهناك دروس أخرى من الماضي. وعدتنا المضادات الحيوية بعصر ذهبي، لكن كالعديد من الحضارات السابقة بددنا كنوزنا. استعملنا العقاقير أكثر من اللازم وفي الأماكن الخاطئة، والآن تطورت جراثيم مقاومة، والأمراض المعدية التي اعتقدنا بأننا أبدناها تعود للثأر، ومن ضمنها أحد أقدم أعدائنا السل. نحن نعرف بأن للسل تاريخ قديم جدا. وجدنا مثالا في هيكل عظمي لامرأة يوجد فيه سل شوكي. نحن واثقون جدا الآن من أن له تاريخا قديما جدا، حوالي 3000 سنة قبل الميلاد أو أقدم من ذلك. عندما كان السل يصيب العقد الليمفاوية كان يدعى بسل الغدد الليمفاوية أو شر الملك، لأنه كان من المعتقد أن للملوك قوة للشفاء بوضع أيديهم، وفي معظم الحالات كان ذلك العلاج بعيد المنال. إنه يؤثر عادة على الرئتين، يسبب ثقوبا فيهما ويتلفهما، ويمكنه أن يسبب التهاب السحايا وغيره. أحدب نوتردام كان مصابا بسل العمود الفقري. السل عاد خاصة في المدن الكبيرة، حيث العديد من المرضى لا يكملون مجموعة الجرعات الدوائية الطويلة التي يحتاجونها. 80% من مرضاي الذين أعالجهم الآن مدمنو كحول أو مخدرات. ريبيكا تعمل لبرنامج اسمه الدوتس، العلاج المراقب والمباشر، وهدفه التأكد من أن مرضى السل يأخذون دواءهم. في الولايات المتحدة انخفضت نسبة الإصابة منذ عام 1953، أصبح المعدل ثابتاً في الثمانينيات ثم ارتفع. ارتفع بمعدل 20% عند البالغين و 35% عند الأطفال، وهو الأكبر في أي دولة صناعية في أي وقت مضى. قبل أن أعرف أنني مصاب بهذا كنت أشعر بالإرهاق، وبعد ذلك استنتجوا أنني مصاب بالسل. 2 بليون شخص، أي ثلث سكان العالم، مصابون بالجرثومة التي تسبب السل. 3 ملايين منهم يموتون كل سنة. ترسانتنا المحدودة من العقاقير يجب أن تستعمل بعناية. ريبيكا جزء حيوي من المعادلة. ساندي، أعرفها جيداً، إنها مومس وتنام أحياناً في المتنزه. عندما رأيتها بالأمس كانت مريضة قبل أن تأخذ دوائي. إذا لم تعطها جدتها 5 دولارات لشم الكوكايين أو لأخذ حقنة هيروين لا تأخذ دوائي. الآن أصبحت ساندي تقيم خارج منزلها، وأنا أعرف الزوايا التي توجد فيها عادة. سأتحقق من وجودها في تلك الزوايا لرؤية إن كان باستطاعتي إيجادها. ساندي، ستقوم بعمل أي شيء لتحصل على مخدراتها. سأذهب للبحث عنها لتأخذ دواءها. هذا هو الروتين بيني وبين ساندي. هناك 1001 من أمثالها. إن لم يأخذ مرضى السكري دواءهم تكون المأساة مأساتهم، فهم سيموتون. في حالة السل إذا لم يأخذ المرضى دواءهم تكون المشكلة مشكلة المجتمع، لأنهم لا يموتون، سيواصلون نشر المرض ويصبح للمرض مقاومة، فتصبح معالجته مستحيلة. تراقب ريبيكا مريضة أخرى توشك على إنهاء علاجها. قد يكون اليوم يومك المحظوظ. لا، سيكون اليوم آخر يوم آخذ العلاج فيه. لا تريد التوقف. بل أريد التوقف. إنها الشخص الوحيد الذي يمكنك الاعتماد عليه لأخذ دوائه.
إنها الأفضل، الأكبر. لا أحد أفضل مني. رأيت من هو أفضل. الأمر مفارقة، والأمر سخيف أن يكون هناك مرض قابل للعلاج ويمكن تفاديه، ولا يزال القاتل الأكبر ضمن الأمراض المعدية حول العالم. أي شخص في البلاد النامية يموت بسبب مرض قابل للعلاج هو أمر محرج. الإحراج الأكبر للطب هو أن الوباء الأخطر على الإطلاق ضرب في القرن العشرين، وما زال بإمكانه إزالتنا عن وجه الأرض في أسابيع قليلة. تعلمنا الكثير عن كيفية عمل الأمراض المعدية، لكن لا يوجد علاج لفيروس الإيدز حتى الآن، ومايكل يعرف أنه محظوظ لأنه حي. بقيت حياً لكن آخرين ماتوا. أنا سعيد جداً لأكون من الناجين، وفي نفس الوقت هذا يجعلني أقول لماذا أنا؟ ما الذي فعلته لأستحق هذا؟ وهناك جانب آخر سيء أيضاً، فليس هناك العديد من الأشخاص مروا بما مررت به، وأشعر أنني معزول تماماً. الوباء الذي ترك مايكل معزولاً ليس أسوأ ما رأيناه في الأزمنة الأخيرة. في نهاية الحرب العالمية الأولى واجهت القوات الأمريكية مرضاً أودى بحياة أشخاص أكثر مما أودت به تلك الحرب. أصبح معروفاً بالإنفلونزا الإسبانية. أشباح ضحاياها ما تزال تنتاب مراكز السيطرة على المرض، مركز القيادة للحرب ضد أوبئة اليوم. من المحتمل أن أكثر الأوبئة الحديثة التي تشغل بالنا هذه الأيام هي الإنفلونزا. يجب أن ندرك أن أكثر أوبئة العالم فتكاً لم تكن الطاعون ولا الجدر في العصور الوسطى أو في القرن السابع عشر. كانت الإنفلونزا في أوائل القرن العشرين، حيث مات 20 مليوناً تقريباً في غضون عدة شهور. وفي السنوات الماضية تلقينا عدة تحذيرات بأن إمكانية حصول شيء كهذا موجودة. المثال الأكثر وضوحاً هو إنفلونزا الطيور في هونغ كونغ عام 1997. انتشرت حمى إنفلونزا الطيور في هونغ كونغ عبر الدجاج، وكانت مميتة. لأيام حبس العالم الطبي أنفاسه وانتظر رؤية إن كان المرض سينتشر. ذبحت السلطات 1.5 مليون طير وأوقفت المرض في مكانه. وسائل السفر الحديثة أعطته إمكانية أن يصبح وباء لم يشهد العالم له مثيلا. هذا الشيء كان بإمكانه التحرك بسرعة، لم يستطع التحرك بمثلها عامي 1918 و1919. يصاب به الشخص في هونغ كونغ ويكون في نيويورك في اليوم التالي. سرعة السفر ليست المشكلة الوحيدة، فأسلوب حياتنا يعرضنا لأمراض جديدة دائما. في 30 سنة مضت أصبح لدينا في الولايات المتحدة 30 عدوى ومرضا جديدا لم نعتدها من قبل. مركز السيطرة على الأمراض في أتلانتا هو خط دفاع أمريكا الأول ضد الأوبئة الجديدة. داخل هذه الجدران بعض من أكثر الكائنات الحية خطورة على الكوكب. إنه ليس من الأماكن التي تذهب إليها للتطفل ورؤية ما يحتفظ به زملاؤك في العمل في خزائنهم. هنا يراقب العلماء بحذر أكثر جراثيم العالم خطورة. نهتم بالأشياء المخيفة إلى حد ما، نريد الاقتراب أكثر من الأفعى لنرى ما تكون، لكن ليس قريبا جدا. نقفز إلى الخلف عندما تتحرك نحونا. أعتقد أن الأمر تماما كحالنا مع الكائنات الحية الحيوية. تحفظ الجراثيم القاتلة تحت حراسة قصوى، فإذا أفلتت ستكون النتائج مأساوية. يزداد مستوى الاحتراس والقلق كثيراً عندما تصعد من المستوى الأول إلى المستوى الرابع. قاعدة المستوى الرابع هي أن شخصاً ما تلوث مصادفة أثناء عمله بإحدى الكائنات الحية، ولا يوجد علاج أو وقاية لذلك الكائن الحي.
عندما يرن الهاتف يكون لديك خليط من العواطف، فهناك الإثارة وهناك الحزن إلى حد ما، لأنك تعرف أن الناس في مشكلة وتتساءل ماذا لديك من أعمال للأسابيع الثلاثة التالية. مهمة مركز السيطرة على الأمراض أن يحدد ويتعامل مع قائمة متزايدة من التهديدات الجديدة كفيروس إيبولا. لم تكن لدينا فكرة عما تكون، وناقشنا بيننا أيضاً ماذا يمكن أن تكون، ولم يقم أحد برفع يده ليقول إنها واحدة من جراثيمنا. الجميع سيقول إنها ليست واحدة من جراثيمي، لابد أنها واحدة من جراثيمهم. لذا الدرس من هذا كان أن عدم المعرفة هو الجزء الأكثر إخافة. والمهمة الأخرى لمركز السيطرة على الأمراض هو التحذير من الجراثيم التي يمكن استخدامها كأسلحة دمار شامل. نحن نعتبر الحروب الحديثة عملاً تقنياً متطوراً، صنع تفجيرات كبرى لجني أموال كثيرة، لكن لا وجود لشيء حتى الآن مميت كالجراثيم الخطأ في المكان الصحيح في الوقت الخطأ. لذا تحفظ العينات الأخيرة من الجدري تحت الحراسة المشددة، فإن خرجت سيكون الأمر كارثة. سيكون الأمر أشبه بإشعار عود ثقاب بين خزانات وقود. هناك احتمال لأن يكون هناك انتشار كبير بإصابة شخص أو شخصين بالعدوى. الحرب البيولوجية ليست بشيء جديد. في عام 1346 أنهى جيش حصاره عن كافة عندما انتشر الطاعون في الجند. قاموا برمي الجثث من فوق أسوار المدينة، وانتشر طاعون ديبلي ليقتل الملايين. الجراثيم لا تنحاز. أنا لا أفكر بهذه الفيروسات على أنها عدو، فهي موجودة وهي لا تكترث، إنها فقط تحاول البقاء، وهي تذهب من قارض إلى آخر، من البعوض إلى الطيور وهكذا. أفكر كيف يمكننا الابتعاد عن طريقها بنفس الطريقة التي عولمنا فيها الاقتصاد. أعتقد أننا في الوقت الحاضر عولمنا الجراثيم أيضا. إذا خرج الفيروس من أفريقيا فهو لم يأتي على بعوضة بل على طائرة. لن نربح الحرب ضد الأمراض المعدية على شدة محبتنا لهذا. أفضل ما يمكن هو كسب المناوشات العرضية معها. تجاهل التهديد المتواصل للأمراض المعدية سيكون كمحاولة تجاهل الجاذبية، لكن كما تحدينا الجاذبية بتعلم الطيران، قمنا برفض الاستسلام للعدوى، وبهذا أصبحنا جميعاً نشبه مايكل. كان لدي الكثير لأعمله في حياتي، كان لدي أهداف وكنت أتقدم نحوها. لا أستطيع تحمل المرض، فلدي الكثير لأعمله. لم يكن لدينا علاجات للأمراض المعدية الخطيرة. كلما بحثنا أكثر وجدنا أكثر، لكن الحلول لم تأتي أبداً بسهولة. أحياناً يجب أن نأخذ فرصنا مع ما هو موجود، إما أن نعيش وإما أن نموت، إما القتل أو العلاج. كنت أفكر أن الموت كان قريباً، لم أضع خططاً طويلة الأجل. الآن أخطط لمشاريع أكبر وتأخذ وقتاً أطول، أفترض بأنني سأكون موجوداً لأنفذها، وهكذا أصبح مستقبلي أطول وأطول.